السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة آلاء شريف دعبس مقيدة بالصف الأول إعدادي من المدرسة الإعدادية. أنا طالبة من المدرسة الإعدادية غنات إدارة السلوك التعليمية محافظة دمياط. أنا الطالبة رقية عبد العاصم مقيدة بالصف الأول إعدادي طالبة من مدرسة السلوك الإعدادية بنات إدارة السلوك التعليمية محافظة دمياط. وأنا الطالبة أمال حمد عربون مقيدة بالصف الأول الإعدادي طالبة من مدرسة الإعدادية بنات إدارة السلوك التعليمية محافظة دمياط. بعد ما قرر الدكتور طارق شوقي استبدال الامتحانات بعمل استبدال الامتحانات بعمل مشروع بحثي ورقي. وهذا المشروع البحثي يبدأ من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي على مستوى الجمهورية، ولكل مرحلة مشاريع بحثية مختلفة. والمرحلة الإعدادية ثلاث مشاريع وهم تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، 2 زيادة السكان والأمن الغذائي، 3 البيئة. فقررت أنا وزميلاتي آمال ورقية بعمل المشروع البحثي كما قرر الدكتور طارق شوقي. عناصر الموضوع هي 1 توضيح التفاعلات الكيميائية على البيئة وعناصر المناخ المختلفة مع تضمين البحث والإحصاءات والأشكال البيانية التي تعبر عن ذلك. 2 كتابة نصائح للحفاظ على البيئة وأحد اللغات الأجنبية. 3 الاستعانة بما درسته في الرياضيات للتعبير حسابا أو بيانيا عن أحد جوانب مشروعك البحثي. 4 كتابة مقال توضيح في المعلومات والمفاهيم التي توصلت إليه من خلال مشروعك البحثي. وأنا قمت بالبحث عن آثار التفاعلات الكيميائية وتوصلت إلى آثارين، آثار 1 آثار سلبي و2 آثار إيجابي. وأنا قمت بالبحث عن عناصر المناخ وتوصلت إلى عناصر المناخ الحرارة والرطوبة وغيرها، لما فيه من ضرورة قاسية للمجتمع. ولكل مرحلة عدد كلمات مختلفة. فنحن كطالبات في الصف الأول الإعدادي وعدد كلمات بحثنا يتجاوز من 700 إلى 800 كلمة، وكلمات اللغة الإنجليزية تتراكم من 40 إلى 60 كلمة، ومقدمة تتراكم من 40 إلى 50 كلمة. فقمنا بالبحث عن نسبة الغازات الموجودة مثل غاز الأكسجين والنيتروجين وغيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.